السلام عليكم يا سلمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي. من ربك يا سلمان؟ الله. وما دينك يا سلمان؟ الإسلام. ومن نبيك يا سلمان؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حفظك الله يا سلمان، ما شاء الله. من ربك؟ قال الله. وما دينك؟ قال الإسلام. ومن نبيك؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلمان ممتاز، ما شاء الله. تعال اسمع من رسول الله وهو يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أسأل الله رب العالمين أن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يجمعنا في زمرة المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.